القانون طبعا كبير بحر. وواسع وبحر بحر واسع، نعم. فيه كمية من في البداية احنا دايرين ندردش عن القانون هو ذاته شنو، نتكلم كلام عام كذا عشان صحيح. المشاهد يفهم انه إن شاء الله. البيه هو اللي عليه. إن شاء الله. اتفضل فعلا. يا دكتور. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. القانون ده طبعا مجموعة من القواعد اللي بتنظم حياة المجتمع، وأي مجتمع أيا كان لابد أن يكون فيه قانون عشان ينظم حركته، سواء كان مجتمع رعوي أو مجتمع زراعي، مجتمع تجاري، أيا كانت المجتمعات دي لابد أن يكون فيه ينظمها هذا القانون، لأنه القانون مجموعة من القواعد بتنظم حركة المجتمع داخل المجتمع ده، لأنه لو ما وجد فيها القانون بيكون فيه نوع من الفوضى، وفي حتى في المسائل الجنائية بيكون فيه اعتداء على حق الآخرين، ويكون فيه تسود الفوضى، ويكون مبدأ القوة، يعني القوي يقوي الضعيف، ينهي وياخذ حقه عنوة واقتدارا وبدون أي وادع، لأنه ما في حاجة ضابط بيضبطه. عشان كده وجد القانون، أنما وجد مجتمع وجد قانون، هذا القانون عشان ينظم حركة المجتمع إن شاء الله.